من أعظمها في حياته تعظيم شعائر الله. ومن أعظم شعائر الله التي تعظم الأذان، وهو مما اختص الله جل وعلا به هذه الأمة. رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه برؤيا، وكذلك رآه عمر، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فألقاه. وهو شعيرة عظيمة من شعائر الدين، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في إقامة ولا في سفر. فتعظيم هذه الشعيرة من أعظم العبادات وأجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه. كيف يعظمه؟ إذا سمع المؤذن وقد كان عليه السلام في مهنة أهله يترك ما في يده وينصرف إلى الصلاة كأنه لا يعرف أهله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من راعي غنم على شظية في رأس جبل، يؤذن ثم يقيم الصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فهذه الشعيرة العظيمة امتثالها واستجابة ندائها من أعظم العبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فتعظيم شعائر الله عنوان عباداته صلوات الله وسلامه عليه. من شعائر الله التي عظمها الجمع والعيدين، فإن هاتين شعيرتان عظيمتان من شعائر الدين. فأما الجمعة فقد قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما العيدان فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج لها حتى الحيض من النساء، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن المصلى. فتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى من دين الله الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.